زي الوحيدين اللي يقولون الله 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 هم سادة الصوفية. ليش ينادون بالله؟ اي هذا مرة واحد زعل عليه يقول السيد يوسف الرفاعي يجمع الناس يقول هو رحت سألته قال يا ابني قل له نادى واحد قال له روح قل له الله بالقرآن يقول هو الله الذي لا إله إلا هو. يمكن يقول تطلع من حلجهم من بؤهم الكلمة اسم الأعظم. صحيح مولانا؟ عن جمال خلوتية سيد ما يقول هو البناء بتهتز هو بس دي سيد البكري وسيد الدرديري الشدلية الصلاة الشدلية بقى اللي هو فيها بيقول أهل المستادات والأمراء والأمراء أهل الفقر يعني الله الله يا الله يا الله 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 ها مولانا. نعم فيها شيء لما واحد يقول الله كان الوالد يقول الله 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 لا إله إلا الله. تدرج لنا في صفات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبعدين قال والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين آخر قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرون أعلى شيء دا الله لهم مغفرة أجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. من أن تلاقوا العدو يقتلكم أي يقتلكم وتقتلونه أو ينصركم عليهم نصرا عظيما من الذهب والورق ذكر الله. صح ذكر الله. صلي على الحبيب قلبك يطيب.